إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ها هو أثر الولد الصالح في هذه الساعة أنه يدعو لأبيه، لأن أباه الآن هو الذي يحتاج إليه. كل حي سيموت، كل حي سيموت. الدنيا ليست فيها تبوت، الدنيا كبيت قد انسجته العنكبوت. ها هي دنياكم، ها هي دنياكم، قد عمرت قبور وقد خلت بيوت. الدنيا لا يبقى فيها إلا تقوى الله قوت. إن الله عز وجل كتب على نفسه البقاء، وكتب على خلقه الفناء. قال جل في علاه في حق نبيه في أفضل خلقه سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. سبحان من له البقاء وحده، سبحان من له البقاء وحده، سبحان من له البقاء وحده. روى الطبراني في معجمه الكبير: السلام عليكم. إن الله وإنا إليه راجعون. أكيد الكرة الجزائرية فقدت أحد من أحسن رؤساء الأندية، سواء في الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو في نادي اتحاد الحراش. كان وفي دائما نادي اتحاد الحراش، كان الرجل المناسب في المكان المناسب اللي دافع دائما على الفريق. شهادة هذه يعني نقدمها له، لأنه أنا قضيت مع 4 سنوات في اتحاد الحراش. كان دائما يعني من مدافعين اتحاد الحراش، يعني ومن جنود الخفاء حتى بعد مغادرته من اتحاد الحراش. مع سنقول اليوم ان لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله ربي يلهم ذويه الصبر والسلوى ان شاء الله. عزيزي، كاش فكره كاش صوره ذكرى مع جمعتك مع الراجل هذا، تتفكرها وتبقى دائما راسخه في ذهنك؟ والله شوف، قضيت مع 4 سنوات يعني مش منه الى الخير.
ولو انه كانت ظروف النادي حراس صعبه، لانه كانوا دائما يعني هو يخرج النادي من من من, من الغرق نقولها صراحه. وكان يعني بصفه رسميه انتقلت من نادي اتحاد الحراس شبه القبائل انتقال حر، لكن ساعدني كثير في اختيار الـ يعني النادي من بين عده الانديه اللي طلبت خدماتي. نشكره كثير ويعتبر بمثابه الاب الثاني بالنسبه لي. واش نقول مفاجاه، لان البارحه كي سمعت ما عنديش غير كيما تعشينا كيف كيف، وكان بصحة جيدة، ما كنت نشوف أوكان سين اللي يبان باللي تعبان. بعد ما تعشينا تفارقنا، ونقول لك السيد هذا إنسان عنده حاجة يعني ما ينجم يشك فيها حتى واحد، يعني إنسان وليد عائلة، الناس لاعبين المدربين وكل وين خدموا معاه في ديراسيون ولا في الحراش، الناس قاعد تحبوا بارابور التربيه تاعو، بارابور يعني لو سيريو تاعو، الى ايتي اونات مع كاع الناس. نطلبوا له الرحمه على كل حال، انا لله وانا اليه راجعون. نتمنى له ان شاء الله يكون من اهل الجنه، الصبر للعائله الكبيره والصغيره، كسوسوا لا فامي كسوسوا لي سيبورتور والناس الحراش اللي يحبوه. ونظن باللي ما كاش اللي ما يحبوش، باسكو علاه الى توجور دوني هذاك ليماج تاع ان ديريجون سيريو، ان ديريجون يعني اونات. واش تحب نقول لك؟ انا نقول لك الصح، يعني نتمنى برك يعني الخدمه اللي دارها واش كان يخمم نسرسكو مام هذا العام بلا كان دوريجيون، ان شاء الله يعني يتبعوا لي زيدي تاعو لي كونساي تاعو، باسكو هذا السيد اليوم هاو غادرنا، غدوه واحد اخر انا انت، هذه ما كاش اللي راح يهرب منها. ونقول باللي نتمنى انا ثانيك ان شاء الله العائله تاعو ثانيك عنده يعني يكونوا يعطيهم ربي ان شاء الله الصبر. لماذا؟ لان يا مفاجأة، ما كانش يعني إنسان مريض وكانوا يسنوا فيها، وهذه هي سنة الحياة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نقولوا نطلبوا من ربي الرحمة، ربي يرحمه ويسع عليه، ربي يثبته إن شاء الله، ربي يبدلوا آل خير من آل ودار خير من داره. السيد اللي نعرفه تقريبا وقيلا عندنا أكثر من 25 سنة وأنا نعرفه، أنا شخصيا يعني في عمري كان عندي معاه مشكل صغير يعني، ف ربي يرحمه ويسع عليه. هذا واش نقول؟ لا نظن يعني الانسان عمي محمد معروف يعني في الكره، في الساحه الكرويه يعني عبر كل قطر الوطني، نظن باللي مد كثير الكره الوطنيه وخاصه الكره الحراشيه. واش نطلبوا له؟ نطلبوا له الرحمه والمغفره، وان شاء الله ان شاء الله ياك تشوف يعني ما يقعد غير الصح يعني اخرتها كاع. سي بوسالي محمد الى لي سين تري تري بون امبرسيون، وربي يرحمه ويوسع عليه ويعطي الصبر للعائله تاعو. كل نصبر للعائله تاعو. واش نقول لك؟ التاريخ ما يمشيش، ما يقدرش يمسح هذا الاسم، امبوسيبل يمسح هذا الاسم. ومن القدام ان شاء الله يعرفوا هذا قيمه البني ادم اللي كان عندهم عزيز وكريم. ونقول لكم حاجه باللي انسان اورد تاع السبور الناس ما يعرفوش، وانا نعرفه كرفيق كاب كصديق كلش. ونقول لك باللي ما كاش انزه رجل في الجزائر كما هو، يعاون الزوالي، يهضر مع الزوالي، يهضر مع المرفع، يهضر مع كل سواسيه كما يقول لك. وان شاء الله واش نقولوا؟ ما نقدرش نحكي لكم، لا ما نقدرش نحكي لك اليوم جنازه ان شاء الله في موضوع واحد نهضروا عليه. فوتبول الجيريان اليوم الى بيردو ان كرون ديريجون، ماشي هضره تاع الصحه، ديريجون في تم المعنى الكلمه، ديريجون في السبور وديريجون في مؤسسات عموميه هكذا. العايبي لا ماركي سون باساج في الفوتبول. الحراش ان كلوب سون كرون موايان، إلا ريوسي مع الناس اللي مدارين بها لو مانتينير في لا بريمير ديفيزيون. مالوريزمون الكلوب هذا خلاوه يموت، نهار طاحو كريز عندها 4 سنين، ما جاوش للنجدة تاعو. هو إلا ايتي لان دي بريمي بيي لو بري تاع لا شوت تاع الحراش، مي مالغي سلا قاعد فيدل للكلوب تاعو. العام هذايا هو اللي بريبارا لهم لا سيزون. داهم راحوا داروا ستاج في وهران، ستاد ميلود هاتفي، دار لهم بور لي فري تاع ليبرجومون ريستوراسيون، ومام بور ليكيبمون تاع لا سيزون هذه. بون ديريجون كيما هو ما بقاش الفوتبال. اليوم كي تشوف ان بريزيدون كلوب ما نجمعوش، تقول له واش المهنه تاعو؟ يقول لك بريزيدون تاع كلوب. محمد العايب كان مدير مؤسسات كبار عموميه، كان ديريكتور دونتربريز كبار، يحكم تحت لوتوريتي تاعو 200 300 400 ترافايور، عنده مستوى
مينيسترابل تاع مينيس سي محمد الله يرحمه ويوسع عليه، حكم لا فيدراسيون بوندون 6 موا 7 موا في لا كراف كريز اللي اوبوزات لا فيدراسيون مع لا فيفا. نهار جا زين ريفينا نعودوا لي زيليكسيون هنايا. الله يرحمه ويوسع عليه، ان شاء الله الحراش يصيبوا نوطرون كما هو. نعم هذيك هي الكلمة، فقدنا راجل كبير ماشي يعني كان رئيس فيدرالية ولا رئيس تاع اتحاد الحراش. فقدنا حنا تانيك حراشين كأب أخ، يعني ما كانش غير رئيس تاعنا. الله يرحمه برحمة الله، الله إن شاء الله ربي كما يقول لك يوسع عليه القبر، الله يرجعهم يكون من أهل الجنة. و سيتي امبيرت بور لو فوتبول الجيريان، ربي يرحمه برحمة الله. هذه سنة الحياة كما يقول لك، وحنا إن شاء الله ندعو له باش ربي إن شاء الله تانيك يتقبل منا الدعاء ليه إن شاء الله. واش نقولوا ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يثبتوا عن سؤاله. وفقدنا كما قالك خالد، فقدنا أب، فقدنا أخ، فقدنا شخصية كبيرة في الحراش، عنده تاريخ في الحراش في الجزائر، هذه الإنسان ما لازمش ينكرها. والفريق تاعنا احنا كفريق اتحاد الحراش اللي بوجور تاعو كامل صلاحهم مع محمد العايب، هم اللي لعبوا عنده، كان باباهم كانوا كدا خاوة. فقدنا امبيليان غرون بيلي، فقدناه في الحراش، ربي يرحمه ويسع عليه ونعدموا الأجر العائلة تاعو إن شاء الله.